بعد أن كاد الموسم الفلاحي ينتهي بلا أمطار، جاء شهر ماي بأمطار الخير التي استقبلها الفلاحون والموالون بولاية البيض بالتفاؤل والاستبشار. تبشر خير ان شاء الله في هذه البلاد، يعني تاع الامطار هذه اللي طاحت هنا ان شاء الله تنفع الاراضي، تنفع المواله والفلاحين يعني خاصه الاشجار. انه دائما فجرتها خير وفجرتها فائده، انه عمرها ما فيها مضره. هو الكارثه الكبيره هو الجفاف، يعني هو اللي ما فجرتهاش فائده، يعني كارثه فجرت كارثه. اما المطر حتى لو ظهر فيه شيء ينفع في حوايج كثيره وعندها المستقبل نتاعه. هي أمطار وإن جاءت متأخرة فهي ذات نفع للأرض والنبات، خاصة بالنسبة للأعلاف التي تحتاجها تربية الماشية. هذه الأمطار تعد أمطار نافعة، سواء من ناحية تغذية المياه الجوفية أو النباتات السحبية، كذلك تستفيد منها خاصة الشجيرات المعمرة، مثل نبات الشيح، مثل نبات الحلفاء، نبات الرمث. هذه النباتات حتى هذه الأمطار حتى كانت متأخرة في الموسم نهاية فصل الربيع، إلا أنها تساعد على استرجاع الغطاء النباتي السهبي الذي تحتاجه هذه المناطق. ولكن نبات الشجر تنفعه، الحلفاء، السناق، البلاد اللي قاعد فيها الشيح، الباقل، الرتم، الرمث، العجرم، هذه قاعد تنبع في الزوايا. النبات هذا قاعد تنبع فيه النوم نتاع اليوم. أمطار روت الأرض وأثلجت النفوس ودفعت فترة من الجدب والجفاف.